السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في المحاضرة الأولى من المحاضرات الحية أو اللقاءات الحية لمقرر محاسبة الزكاة والضريبة والمقررة على طلاب المستوى والمقررة على طلاب المستوى السابع تخصص المحاسبة. إن شاء الله هذا المقرر مقرر شيق لأنه يرتبط بالشريعة ويرتبط بالفطرة، وهو جزء محاسبي زائد جزء زكوي. فمحاسبة الزكاة والضريبة، طبعا محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416 والساعات المعتمدة لهذا المقرر 3 ساعات، وبرنامج التخصص هو المحاسبة. وعضو هيئة التدريس اللي معكم دكتور نبيل ياسين أحمد، وطبعا مستوى هو المستوى السابع محاسبة. أما أهداف هذا المقرر ف ينبغي أن يتعرف الدارس أو الطالب على أهمية الالتزام بالزكاة كفريضة إسلامية وكيفية أدائها، وأن يدرك أهمية الضريبة كمصدر هام لتمويل موازنة الدولة، وأن يدرك أهمية الالتزام بدفع أو إخراج الزكاة كفريضة إسلامية. أيضا يتعرف الطالب على الفرق بين نظام الزكاة والضريبة، ويتعرف الطالب أيضا على إجراءات الزكاة وإجراءات الضريبة بالمملكة العربية السعودية، وما هي الأنظمة المختلفة التي أو الصادرة أو المنظمة لعملية الزكاة ولحساب الزكاة أو لحساب الضريبة في المملكة العربية السعودية. أيضا يتعرف الطالب أو يدرك أو يمكنه تحليل القوائم المالية، لأنه سوف يكون رجل زكاة أو رجل ضرائب فيما بعد، أن يستطيع أن يحلل القوائم المالية التي تعرض عليه فيما بعد، وأن يعرف الإقرارات الزكوية المختلفة. الجزء اللي خاص بهذا المقرر، ماذا المقرر؟ جزئين. الجزء الأول وهو المحاسبة الزكوية، والجزء الثاني هو المحاسبة الضريبية. الجزء الأول المحاسبة الزكوية عبارة عن 3 فصول. الفصل الأول هو الإطار الفكري لمحاسبة الزكاة، ثم الفصل الثاني وهو نظام الزكاة في المملكة العربية السعودية، الفصل الثالث هو الأوعية الزكوية وتطبيقاتها، يعني كيفية حساب الوعاء الزكوي لكل نشاط أو لكل مهنة معينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. الباب الثاني هو عبارة عن المحاسبة الضريبية، والمحاسبة الضريبية أيضا فيها 3 فصول. الفصل الرابع أو يعتبر الأول في هذا الباب هو الإطار الفكري لمحاسبة الضريبية، والفصل الخامس أو الثاني في هذا الباب هو نظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية، وما هي الأنظمة المختلفة أو القرارات أو المنظمة لحساب ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية. إن شاء الله الصوت واضح كويس. الفصل الثالث أو الثالث في هذا الباب هو الوعاء الضريبي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية. بالنسبة للمراجع، في مرجع اللي هو محاسبة الزكاة أو الزكاة أحكاء،
الزكاة أحكام وتطبيق. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا يوجد صوت ولا لا يوجد صوت أيضا؟ السلام عليكم. حاليا يوجد صوت ولا أيضا لا يوجد؟ حاليا الصوت أخباره إيه؟ حاليا الصوت أخباره حاليا الصوت أخباره إيه؟ أنا عندي التسجيل شغال، ما هي المشكلة عندي ولا عندك؟ الصوت يا شباب، هل الصوت واضح عندك؟ أخي الكريم سمعني حاليا؟ لا يوجد صوت؟ محمد لا يوجد صوت. يقول لا يوجد صوت. السلام عليكم. حاليا يوجد صوت؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت حاليا عندك؟ لا يوجد صوت. خلوني سمعت اللي تستطيع عندنا 50 سماعة. يوجد شوشرة. طيب يوجد صوت حاليا؟ يوجد صوت حاليا؟ ما جبتوا ياسين؟ ما فيش اسئله سمعتك انت في ياسين. يوجد وشوشه. في صوت حاليا؟ واضح؟ خلاص؟ طيب الحمد لله. واضح؟ بارك الله فيك. شكرا 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 شكرا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، عودا حميدا محمودا إن شاء الله. أهلا بكم طلاب المستوى السابع تخصص محاسبة. اللقاء اليوم هو اللقاء الأول في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416. هذا المقرر هو 3 ساعات لتخصص المحاسبة. تمام. أهداف المقرر، بعد الانتهاء من هذا المقرر المفروض الطالب يدرك أهمية الزكاة كفريضة إسلامية يجب على كل مسلم أدائها، وأن يدرك كيفية إخراجها وكيفية حسابها وكيفية أدائها وما هي الفئات المستحقة لها. أيضا أن يدرك الطالب أهمية الضريبة كمصدر هام لتمويل موازنة الدولة، وأن يدرك أيضا كيف تحسب الضريبة، كيف تحسب الزكاة. أيضا أن يعرف الطالب من ضمن أهداف هذا المقرر أن يفرق الطالب بين نظام الزكاة ونظام الضريبة. أيضا يدرك الطالب الإجراءات المختلفة لحساب الزكاة وحساب الضريبة بالمملكة العربية السعودية. أيضا إمكانية أن يقوم الدارس بعد ذلك بتحليل القوائم المالية، لأنه يعد أن يكون رجل زكاة ورجل ضريبة، أن يستطيع أن يحلل القوائم المالية وأن يستطيع أن يعد الإقرار الزكوي أو الإقرار الضريبي. لأنكم أنتم تعرفوا أن بعد المكلف بالزكاة والمكلف بالضريبة بيعد إقرار في نهاية الفترة المستحقة عنها الضريبة أو الواجب الزكاة عنها، بيعمل إقرار زكوي أو إقرار ضريبي ويرفق معه القوائم المالية لمشروع. هذه هي أهداف المقرر. أما موضوعات المقرر فهي جزئين، الجزء الأول الجزء الزكوي
والجزء الثاني هو الجزء الضريبي. الجزء الزكوي ثلاث فصول، الفصل الأول الإطار الفكري للزكاة، أو الإطار الفكري لمحاسبة الزكاة، عبارة عن تعريف وأهداف والمستحقين، يعني الإطار النظري لهذا الجزء اللي هو الزكاة. الفصل الثاني هو نظام الزكاة في المملكة العربية السعودية، وهي الأنظمة المختلفة المنظمة لعملية حساب الزكاة واستخراج الزكاة، تمام، وما هو النصاب، ويعني تحديد كل ما هو يخص عملية حساب الزكاة والوعاء الزكوي. الفصل الثالث إن شاء الله الأوعية الزكوية المختلفة وتطبيقاتها، طبعا وأنتم تعرفون أن تركيزنا إن شاء الله هو على عروض التجارة بالنسبة للزكاة، لكن هناك اختلافات وهناك بعض المسائل التي ورد فيها بعض التعميمات والتي فيها بعض وجهات النظر. أيضا الجزء الثاني أو الباب الثاني هو المحاسبة الضريبية. المحاسبة الضريبية هي عبارة عن ثلاث فصول، الفصل الأول في الباب الثاني أو الرابع بالنسبة لهذا المقرر هو الإطار الفكري للمحاسبة الضريبية. الإطار الفكري تعريف الضرائب وأهدافها وكل ما يتعلق بالأهداف، أهداف الضريبة وقواعد الضريبة والنظم الضريبية المختلفة، والجزء الذي يخص الإطار الفكري. الفصل الخامس أو الثاني في هذا الباب هو نظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية، أي الأنظمة المختلفة المنظمة لعملية حساب ضريبة الدخل في المملكة. الفصل السادس والفصل الأخير وهو الوعاء الضريبي وتطبيقاته. الوعاء الضريبي كيف يحسب، كيف تحسب الوعاء الضريبي للأنظمة المختلفة، سواء كنا في شركة، كنا في شركة مساهمة، شركة تضامن، تمام، بعض المشروعات المختلفة، وكيفية حساب هذا الوعاء ومن ثم حساب الضريبة. طبعا هذا المقرر معد من بعض المراجع، فالمرجع الأول وهو دكتور أستاذ طبعا دكتور سلطان السلطان، الزكاة أحكام وتطبيق، الزكاة أحكام وتطبيق دكتور سلطان السلطان، وده موجود متاح يعني لمن يريد أن يستزيد. أيضا محاسبة الزكاة دكتور سامي عبد الرحمن قبيل. أيضا ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية دكتور سلطان السلطان. أيضا المحاسبة الضريبية والزكوية في المملكة العربية السعودية الأستاذ سعد الهويمل. دول حضرات ثلاث أو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، أربع مراجع بالضبط لمن يريد أن يستزيد. أنا اليوم أنشأت لكم منتدى اسمه منتدى المناقشات والاستفسارات، وأرسلت لكم المقرر عليه، أعتقد لو تقدر تدخل حاليا عليه هتقدر تحمل الملف في PDF عندك خفيف، يعني ممكن تحمل منه المقرر حاليا. ماشي، بالنسبة لحضرات للتطور التاريخي لمحاسبة الزكاة، مفهوم محاسبة الزكاة، هنبدأ إن شاء الله المحاضرة الآن عن التطور التاريخي لمحاسبة الزكاة في المملكة العربية السعودية. وده حضرات موجود معكم طبعا، أنتم عارفين مصادر المقررة عندك، إما المحاضرات المسجلة سابقا سواء المسجلة صوت وصورة أو المحاضرات المسجلة صوت فقط، بالإضافة إلى المراجع المختلفة اللي احنا قلنا عليها، بالإضافة إلى هذه اللقاءات الحية. طبعا اللقاءات الحية بيكون التركيز عليها في عملية الأسئلة والاستفسارات لكن طبعا الشرح كله فيه المذكرة، وبنحاول إن شاء الله نحل تطبيقات وتمرينات وأسئلة على هذا الجزء. فبالنسبة للتطور التاريخي لمحاسبة الزكاة في المملكة العربية السعودية، تم تطبيق الزكاة في السنة
أو من السنة الثانية من الهجرة طبعا كما تعلمون، ثم قل دور الزكاة وأهملت إجابتها وأهملت جبايتها وكادت أن تصبح غائبة أو منسية. لكن منذ توحيد المملكة العربية السعودية من سنة 1370 بدأ الاهتمام بجباية الزكاة، وصدرت تعليمات جباية الزكاة وعروض التجارة بتاريخ 29/6/1370، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للنظام أيضا في نفس العام مؤلفة من 20 مادة. طبعا وبعد ذلك تأسست مصلحة الزكاة والدخل بالقرار الوزاري رقم 394 أيضا في سنة 1370، وكانت مهمتها اللي هو تحقيق وتحصيل ضريبة الدخل من غير السعوديين والزكاة الشرعية من رعايا المملكة العربية السعودية، ويعامل مواطن مجلس التعاون معاملة المواطنين السعوديين، وهذا صدر فيه قرار ملكي كريم. طبعا في تطورات حضرات في عملية محاسبة الزكاة في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال في 8/9/1370 صدر مرسوم ملكي باستيفاء نصف الزكاة الشرعية في عروض التجارة وما في حكمها، وترك النصف الآخر للرعاية ينفقونها بأنفسهم. بعد ذلك في سنة 76 حضرات قضي بأن تستوفى الزكاة كاملة، يعني تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها من الأفراد ممن يخضعون للزكاة، وأن تودع في حساب مؤسسة الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد السعودي ويوزع على مستحقين بمعرفة وزارة الشؤون الاجتماعية. طبعا في أيضا مرسوم ملكي في 1396 يقضي بجبر نصف الزكاة من الأفراد والنصف الآخر. بعد كده في 1405 صدر مرسوم ملكي بأن تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات والأفراد وغيرها ممن يخضعون للزكاة. طبعا الماشي حاليا حضرات والمطبق حاليا أن تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات والأفراد وغيرها ممن يخضعون للزكاة، تجبى لصالح الدولة، والدولة تقوم بتوزيعها على مستحقيها. أيضا في 1405 صدر الأمر الساري الذي قضى بالموافقة على معاملة رعاية مجلس التعاون نفس المعاملة الضريبية المطبقة على المواطنين السعوديين سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين، ومعنى ذلك أنهم يخضعوا للزكاة بدلا من الضريبة. يعني رعاية مجلس التعاون يعاملوا نفس معاملة السعوديين في الأنشطة التي يزاولونها داخل المملكة العربية السعودية. إن شاء الله الصوت واضح يا شباب، إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي الكريم. طبعا لو بصينا حضرات على مفهوم محاسبة الزكاة، مفهوم محاسبة الضريبة، طبعا معروف حضرات أن المحاسبة تهتم بتوفير البيانات والمعلومات المالية. أيضا من المعروف لكم كمحاسبين ورجال ضرائب وزكاة في المستقبل إن شاء الله القريب، أن المحاسبة أصلا تعتبر بتوفير خدمة. خدمة المحاسبة هي توفير المعلومات. شكرا، تم تحميل المقرر وهو 196 صفحة. إن شاء الله إن شاء الله. تمام. طبعا أنتوا عارفين أن المحاسبة تعتبر، جزاكم الله خيرا، عارفين المحاسبة تعتبر خدمية لأنها بتهتم بتوفير خدمة، والخدمة التي توفرها المحاسبة هي البيانات والمعلومات المالية، لأن المحاسبة وظيفتها قياس وتوصيل. بتقيس المحاسبة حضرات، عملية القياس في المحاسبة هي زي الترمومتر كده. فانت لما تيجي تحسب من اول ما تبدأ قيود يومية، تبدأ بعد كده تسجيل للأستاذ،
تبدأ بعد كده ترصيد حساب الأستاذ، تبدأ عمل ميزان مراجعة، تبدأ بعد كده عمل تسويات جردية، حسابات ختامية اللي هو متاجر أرباح وخسائر أو قائمة الدخل يعني، ثم إعداد المركز المالي. كل ده أنك أنت بتعد من خلال بيانات متاحة لك أنك توصل إلى معلومات وتوصل إلى ما هو الربح الذي حققه المشروع، ما هو المركز المالي للمشروع في تاريخ ما، تمام؟ فهنا المحاسبة كل اللي عملته حاليا المحاسبة حتى الآن هو عملية القياس، القياس اللي احنا وصلنا درجة الحرارة كام، يعني ما هو الربح الذي حققه المشروع، ما هي الخسارة التي حققها المشروع، ده القياس. أما التوصيل فإن احنا بنوصل المعلومات التي وصل إليها المحاسب، المعلومات التي توصل إليها المحاسب لمن يهمه الأمر، سواء للملاك، سواء للإدارة، سواء للأطراف الخارجية، وأنت تعرفون أن المحاسبة لها أطراف خارجية أو المشروع له أطراف داخلية وأطراف خارجية، وهم يهمهم المعلومات المالية ويهمهم الأحداث الاقتصادية وأثرها على هذا المشروع. فهنا يأتي عملية التوصيل وهو إبلاغ من يهمه الأمر بنتيجة هذا النشاط أو هذا المشروع. يا حضرات عملية القياس والتوصيل. طبعا فروع المحاسبة زي ما انتم عارفين، المحاسبة المالية، المحاسبة الإدارية، محاسبة التكاليف، المحاسبة الحكومية، المحاسبة الضريبية، المحاسبة الزكوية، كل دول يعتبر فروع للمحاسبة، تمام؟ المحاسبة المالية هي المحاسبة التي تهتم بالوصول إلى نتيجة نشاط المشروع، دي المحاسبة المالية. طيب لما تيجي محاسبة التكاليف، محاسبة التكاليف بتهتم بتكلفة الوحدة خلال الفترة، ماشي؟ يعني تكلفة الوحدة من مواد خام، تكلفة الوحدة من إهلاكات، ماشي؟ تكلفة الوحدة من أجور، تكاليف صناعية غير مباشرة، كل ده تهتم بمهمة المحاسبة، محاسبة التكاليف. المحاسبة الحكومية حضرات كما على تعلمون وأنتم درستموها قبل ذلك، تهتم بكيفية التسجيل وضبط العمليات التي تدور في الأنظمة الحكومية. طبعا تعرفين الأنظمة الحكومية لها اللي هو النظام محاسبي، لها التسجيل، قيود اليومية معينة اللي هي تسجل في الوحدات الحكومية لمعرفة كم، ما هو الإنفاق، ما هي الموارد، ما هو يعني لضبط العملية المالية في الأنظمة المختلفة التابعة للدولة. أما المحاسبة الضريبية فهي تهتم بتطبيق، إن شاء الله الجزء ده احنا هنركز عليه، فهي بتهتم بتطبيق الضريبة، يعني الأنظمة الضريبية المختلفة للوصول إلى، يعني هو عايز ياخد الأنظمة الضريبية المختلفة أو يطبق الأنظمة الضريبية المختلفة على الناتج المحاسبي، يعني المشروع بعد ما بيجيب النتيجة النشاط بتاعه بيسلمني إقرار زكوي، بيسلمني إقرار ضريبي، وبيسلمني قوائم مركز مالي، قائمة المركز المالي، بيسلمني قائمة الدخل، وبيقول لي هذا المشروع افحص فيه كما تحب، من حقك انك تزور المشروع وتتأكد ان البيانات دي حقيقية ولا لا. فيأتي دور المحاسبة الضريبية وهي تطبيق الأنظمة الضريبية على المشروع للوصول الى الوعاء الضريبي. تبقى هنا خلي بالك المشروع بيحقق، المحاسب المالي وصل الى حساب ربح، هو عبارة عن ربح محاسبي. يجي رجل الزكاة ورجل الضريبة يقول له انا عايز اعرف الربح الضريبي او الربح الزكوي او الوعاء الزكوي، تمام؟ فيأتي دور هذا الدور وهو بالنسبة للضريبة تطبيق الأنظمة الضريبية على المعلومات المحاسبية للوصول إلى الوعاء الضريبي، تمام؟ ده فين؟ في الضريبة. طب لو جينا في الزكاة، لو جينا في الزكاة هو تطبيق الأنظمة الزكوية المختلفة على المعلومات والقوائم المالية اللي هو مقدمها صاحب المشروع أو مقدمها محاسب المنشأة للوصول إلى الوعاء الزكوي، ثم ومن ثم أو من ثم
حساب الزكاة المستحقة على كل مكلف. ده حضرات المحاسبة الضريبية والمحاسبة الزكوية. أما لو جيت للمحاسبة الإدارية فهي المحاسبة الإدارية بتهتم باتخاذ القرار، بتبحث في اتخاذ القرار في المفاضلة ما بين البدائل، لكن هذه المفاضلة قائمة على المعلومات التي قدمها المحاسب. المحاسب بيقول لك والله ده البديل ده هيكلفنا كذا وربحه كذا، والبديل ده يكلفنا والبديل ده يكلفنا كذا وهكذا. فإذا المحاسب الماء الإداري اللي هو اتخاذ القرار بناء على المعلومات المقدمة له من المحاسب المالي. إذا بدأنا في محاسبة الزكاة، هي محاسبة تهتم بتطبيق الأسس والمبادئ الشرعية لحساب الوعاء الزكوي بشكل دقيق. هو ليه هنا بيقول لحساب الوعاء الزكوي بشكل دقيق؟ لأن المشروع حضرات المحاسب بتاع المشروع لما بيقدم إقرار زكوي هو بيكون حاسب الوعاء الزكوي من وجهة نظره، لكن أنا كرجل زكاة بأجي أطبق الأنظمة والمبادئ الشرعية حتى أصل إلى حساب هذا الوعاء بس بشكل أدق وبشكل صحيح طبعا، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات النظامية حتى نصل إلى تقدير قيمة الزكاة المستحقة على المكلف. طيب، المحاسبة الضريبية دي محاسبة تهتم بدراسة النظام الضريبي وكيفية إعداد القوائم المالية طبقا لنصوص النظام الضريبي وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل لحساب الوعاء الضريبي بشكل دقيق. وهنا برضو بشكل دقيق يعني ايه؟ لان المكلف حضرات او محاسب المكلف هو اصلا بيكون بيحسب الوعاء الضريبي وبيقدم اقرار ضريبي بيقول هذا الاقرار يمثل الزكاة، يمثل الضريبة المستحقة علينا، ماشي. بس يبدأ رجل الضرائب بعد ذلك يعيد الحساب مرة ثانية او يطبق النظام الضريبي للوصول الى الوعاء الضريبي بشكل دقيق من خلال الالتزام بالاجراءات النظاميه حتى يصل الى تقدير الضريبه المستحقه على المكلف. هل تغني الزكاه عن الضريبه؟ وهل تغني الضريبه عن الزكاه؟ هذا سؤال متروك لكم. مفهوم الزكاه حضرات، الزكاه لغه هي النماء والطهاره والبركه، ده شيء طبعا، ده وفقا للآية الكريمة اللي هي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. طبعا هذا طبعا نعم، لا هي هنا لا تغني الضريبة ماشي عن الزكاة. طبعا هذا السؤال يعني إجابته طويلة شوية، لأنه الزكاة هي طبعا طبعا ده الزكاة هي فريضة، لكن الضريبة هي نظام وضعي وهكذا. يعني الإجابة هنا ننتظرها منكم، خليها المحاضرة القادمة. حتى الزكاة حضرات سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، ماشي. الزكاة حضرات لا، فهي ليست غرامة ولا ضريبة. الزكاة لا تنقص المال ولا تضر صاحبه. أما في الشرع قيل لغة، أما في الشرع الزكاة هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. ده حضرات بالنسبة لي مفهوم الزكاة في الشرع، حق واجب، حق واجب محدد، حق محدد واجب في مال مخصوص. المال اللي عليه الزكاة معروف، ماشي، اللي هو هنا يقصد الوصول إلى الوعاء، يقصد إلى الوصول إلى النصاب لطائفة مخصوصة، وهما المستحقين للزكاة اللي هم الفئات اللي هم يستحقوا الزكاة في وقت مخصوص اللي هو نهاية الحول أو جني المحصول أو اللي هو عبارة عن وقت اللي هو خروج أو دفع الزكاة. أما بالنسبة لأهداف الزكاة فهي الأهداف الزكاة لها أهداف دينية، لها أهداف سياسية، لها أهداف اجتماعية،
لها أهداف اقتصادية طبعا. الأهداف الدينية حضرات تطهير للنفس من عبودية المال، تطهير للمال وتزكيته، تدريب المسلم على البذل والعطاء، تنقي النفس من الشح، تعين المسلم على ترسيخ عقيدته. يعتبر شكر لنعمة الله لتحقيق الديمومة والمقصود ديمومة النعمة. أما الأهداف الاجتماعية فهي إذا كان نظام تكافل اجتماعي يحقق توازن اجتماعي، يحقق رعاية اجتماعية، تحرر مستحقيها من الحاجة ومزلة السؤال، نظام فريد يؤلف القلوب، تجلب المودة بين أفراد المجتمع، تطفئ نار الحسد والحقد في المجتمع من الفقير للغني. لها أهداف اقتصادية أصلاً لأنها تساعد على زيادة القوة الشرعية للأفراد، تساعد إلى زيادة حركة الدولة الاقتصادية، تساعد على القضاء على البطالة، تساعد في ارتفاع مستوى المعيشة، تعمل إعادة توزيع الثروات، تحقق زيادة المنفعة الحدية للأموال، تساعد على خروج المال من الاكتناز مما يؤدي إلى دورانه في الانتاج والاستثمار. أيضا لها أهداف سياسية، نشر الدعوة الإسلامية لدفع أهل المؤلفة قلوبهم لجذبهم للإسلام والدعوة الإسلامية، تقضي على الفقر وتبعاته. تمام. أسئلة بسيطة حضرات هنا للمحاضرة الأولى. تعتبر الزكاة محفزة لاستثمار الأموال لكونها تؤدي إلى زيادة القوة الشرعية للمجتمع ولا تحقيق الرفاهية الاجتماعية وارتفاع مستوى المعيشة، أم خوف صاحب رأس المال من أن تأكل الزكاة أمواله، دال توزيع الثروة وتحقيق التقارب بين طبقات المجتمع. مرة ثانية السؤال هو: تعتبر الزكاة محفزة لاستثمار الأموال لكونها تؤدي إلى ألف زيادة القوة الشرائية في المجتمع، ب تحقيق الرفاهية الاجتماعية وارتفاع مستوى المعيشة، جيم خوف صاحب رأس المال من أن تأكل الزكاة أمواله، دال توزيع الثروة وتحقيق التقارب بين طبقات المجتمع. في اللي كتب أربعة يقصد دال، اللي هي دال يعني توزيع الثروة وتحقيق التقارب بين طبقات المجتمع. هو هنا السؤال يا أخ محمد أو تركي على تعتبر الزكاة محفزة للاستثمار الأموال، هنا يعني بتساعد على في تحفيز للاستثمار. ف الإجابة الصحيحة أعتقد أنها رقم جيم، يعني أنا أرجح مع أو أدج بجوار من جيم اللي هو محمد مشكورا وتركي أيضا مشكورا على الالتزام وعلى المشاركة وبارك الله فيك. تمام. فهي الإجابة رقم جيم، خوف صاحب المال من أن تأكل الزكاة أمواله. تعني الزكاة تعني الزكاة في اللغة ألف النماء والزيادة، ب كسرة ريع الزرع، جيم بركة، دال الحق الواجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. تعني الزكاة في اللغة ألف صح اللي هي النماء والزيادة، ماشي. ده يعني بعض الحاجات البسيطة. وبرضو حضرات إذا نظرنا إلى أنواع الزكاة نجد أن زكاة هي زكاة الفطر وزكاة المال. بالنسبة لزكاة الفطر
هي واجبة في شهر الصيام، طبعا نسأل نحن مخلصين الصيام كل سنة وحضراتكم بخير، واجبة في شهر الصيام، قد يطلق عليها زكاة الأبدان أو صدقة الفطر. للحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني بحضرات طبعا زكاة الفطر. طبعا بالنسبة لزكاة الفطر حضرات احنا تركيزنا على زكاة المال، نحن تركيزنا على زكاة المال. بالنسبة لزكاة المال حضرات، اول حاجة فريضة من الله على المال، الذاريات 19 آية 19 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أيضا التوبة 103 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل حين بعثه واليا على اليمن أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أيضا زكاة المال هي ركن من أركان الإسلام، أيضا هي الزكاة واجبة في مال المسلم متى توفرت الشروط، اللي هي هنا دي الشروط وسوف يأتي شرح الشروط، اللي هي الملكية التامة، إنما أن تكون فائضا عن الحياة الأصلية خالية من الدين، وصول النصاب حال عليه الحول. واجبة في مال المسلم متى توفرت شروط، اللي هي زكاة المال، اللي هي الملكية التامة، النماء، أن تكون فائضة من الحياة الأصلية خالية من الدين، وصول النصاب حال عليه الحول. أما الأموال الخاضعة للزكاة فهي الحيوانات السائمة التي ترعى الكلاء والغنم والبقر، الأسمان، الذهب والفضة، عروض التجارة، أي كل ما أعد للشراء والبيع بعد تحقيق ربح، اللي هي البقرة 267 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أيضا في الزروع والثمار النتيجة من استغلال الأراضي الزراعية، أيضا الركاز هو ما يستخرج من باطن الأرض بعاد وكنوز ثروة بحرية. الشروط كما تحدثنا عنها الملكية التامة للمكلف بأداء الزكاة، المال يكون ناميا أو قابلا للنماء حكما، وصول المال لنصاب معين، المال ناميا أو قابل للنماء بحكما، يعني الأموال عضرات الأموال والزروع لو ضربنا المثال ناميا ناميا بطبيعته الزرع قابلا للنماء حكما، هي الأموال إن استثمرتها تزيد، إن شغلتها تزيد، يبقى إذن حكما قابلا للنماء ممكن تنمو. وصول المال لنصاب معين، وهذا النصاب هو عبارة عن في نصاب للفضة وفي نصاب للذهب، أن يكون المال فائضا عن الحاجات الأصلية للمزكي، لكن بشرط بلا إسراف أو الخلو من الدين. أيضا حولان الحول بعدها زكاة الزروع والثمار والركاز، زكاة الزروع حضرات آتوا حقه يوم حصاده اللي هو نهاية الموسم، أن يكون المال حلالا طيبا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، المال الخبيث يفقد شرط التملك. في بعض المستجدات حضرات المعاصرة للزكاة ماشي، من أمثلة هذه الأسهم والسندات والصكوك والاستثمار الأوراق المالية، صناديق الاستثمار والاستثمارات الصناعية والعقارية والزراعية والحيوانية، الخدمات الطبية والتعليمية والاستشارات والأعمال المهنية، نشاط مزارع الدواجن والأسماك والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل،
نشاط الخدمات الاتصالات المحلية والعالمية والإنترنت وما هو ملحقاته كله، نشاط السياحة، خدمات رجال الأعمال، كلها تعتبر حاجات جديدة حضرات، اسمها مستجدات، اسمها مستجدات. بالنسبة لبعض الحاجات لحضرات اللي هنركز عليها برضو، اللي هو من ضمن الشروط، شروط الزكاة الإسلام الحرية، لا تجب الزكاة على العبد، والعبد لا يملك شيء، وأن العبد أمام ملك لسيده، خلي بالكم ده شرط أساس الحرية. الملك التام للمال، المال بيد الفرد ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، ولذلك لما بنيجي نحسب المال بنطرح الديون الحالة، ماشي، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له، وبذلك نعم المستجدات فيها بنود كثيرة تدخل تحت عروض التجارة. نعم المستجدات تدخل تحت عروض التجارة، نعم، اللي هي انت لو بصيت على المستجدات هتجد الآتي، مثلا احنا لسه كنا جايين دلوقتي، خدمات طبية، تعليمية، استشارات، أعمال مهنية، نشاط مزارع، دواجن، أسماك، إنتاج حيواني، إنتاج عسل، نشاط خدمات اتصالات محلية، عالمية، إنترنت، نشاط سياحة، تمام. هل هو معمول مشروع تجاري ولا مشروع اجتماعي؟ إذا كان مشروع اجتماعي ده له معاملة أخرى طبعا، أما إذا كان هدفه الربح فهو يبقى ضمن عروض التجارة. طب الصناعة تعتبر عروض تجارة؟ نعم، هو بيصنع عشان يكسب، عشان يحقق ربح، في هذه الحالة أيضا تعتبر عروض تجارة. أما إذا كان هدفه اجتماعي فده طبعا يخرج من إن هو يكون عليه الزكاة. أيضا المال المحجوز عليه أو المقيد الذي لا يمكن التصرف فيه، أيضا المال المحجوز عليه أو المال المقيد لا يمكن التصرف عليه، لأنه ليس بيدي أن أتصرف فيه، مال بس محجوز عليه مش قادر أتصرف فيه، ماشي. وهنا حتى لو كنت عندك مبالغ دفعها مقدما أو شيء ولا تملك التصرف فيه، مبالغ في البنك ولا تستطيع أن تسحبها لسبب أو لآخر، ماشي. هنا المال المحجوز عليه، المال المقيد الذي لا يمكن التصرف فيه، لا زكاة فيه. الديون غير المرجوة التحصيل لدى معسر أو مماطل، ماشي، الديون غير المرجوة التحصيل، تمام، ولذلك الديون المعدومة، ماشي، وهنا الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها، لكن النظام الزكاة وحضرات قال على الديون المعدومة فقط، لأن الديون المشكوك في تحصيلها مداها كبير، كيف أعرف أن هذا الدين أعدم؟ فمصلحة الزكاة والدخل حضرات حددت قالت الدين المعدوم في العنظمة أن الدين المعدوم هو الدين الذي لا تحصل عليه الزكاة، تمام؟ لكن الديون المشكوك في تحصيلها في تعميم فيها أنها تحسب بالنسبة للبنوك فقط، لكن في المشروعات المختلفة التجارية والصناعية تحسب الديون المعدومة، ماشي؟ بارك الله فيك. يبقى هنا الديون غير المرجوة التحصيل لدى معسر أو مماطل أن الملكية ناقصة، ماشي، لعدم القدرة على التصرف أو الانتفاع بها. المال المخصص للحاجات الأصلية، العمل، الجهاد، المنزل، السكن، الأساس، السيارات، الحيوانات العاملة في المزارع، الأصول الثابتة للاستخدام، كل ده حضرات بتجد أنه لا يخضع للزكاة. حتى لما تيجي تحسب الزكاة حضرات وفقا لأي طريقة، انه توجد طريقتين ان شاء الله سوف نأخذهم، لما تيجي تحسب الزكاة بتجيب رأس المال وبتطرح منه الأصول، يعني لما نيجي ناخذها الطريقة ان شاء الله بتاخذ رأس المال زائد الأرباح زائد الاحتياطيات زائد المخصصات وترجع تطرح منها الأصول الثابتة، يعني الأصول الثابتة لا تخضع للزكاة، الأصول الثابتة التي تستخدم في الإنتاج لا تخضع للزكاة، وهذه من جمال الزكاة، وهذا طبعا نظام رباني دقيق وحكيم. فكل الأموال المخصصة للحاجات الأصلية لا تخضع للزكاة
وتستبعد. حتى عندما نحسب الزكاة بناخد أو بنطرحها من إجمالي اللي هي حقوق الملكية. أيضا كما تحدثنا في النماء أو القابلية للنماء اللي هي الزيادة التي من شأنها أن تدر ربحا أو فائدة لصاحبها. يقول في نماء حقيقي ونماء تقديري. نماء الحقيقي كزيادة المال ونماء بالتجارة والتوارد كالأنعام الثمار الزروع نماء ذاتي. النماء التقديري كقابلية الماء للزيادة إذا وضع في مشاريع تجارية كالنقد والعقار وسائر عروض التجارة. ماشي يعتبر ده ايه؟ اذا تم استخدامه فهو ينمو، ان لم يتم استخدامه فهو لا ينمو. ولذلك من جمال الزكاة انها فرض الزكاة على المال القابل للنماء والمال النامي، الاثنين مع بعض يخضعوا للزكاة. اما بلوغ المال نصابا معينا هو القدر المعين من المال الذي يجب ان يصله حتى تقع عليه الزكاة، ولا تجب الزكاة إلا على الأغنياء. طبعا هنا حضرات بالنسبة لي النصاب، النصاب هو عبارة عن خمسة، بالنسبة للذهب مشروحة عندكم حضرات هو 85 جرام من الذهب، 85 جرام من الذهب اللي هو نصاب الذهب 20 دينار، والدينار بيساوي 4.25 جرام، فالناتج يعني 85 جرام من الذهب او 200 درهم من الفضة، والدرهم يساوي 2.975 يعني 595 جرام من الفضة. ماشي يا حضرات بالنسبة للجزء اللي خاص بالنصاب. ايضا بالنسبة لحضرات لسعر الزكاة 2.5%، سعر الزكاة كام؟ 2.5% وفقا للنظام الهجري. اما لو انا كنت بحاسب نظام، اما لو كنت ان انا بحاسب نظام ميلادي يعني سنة ميلادية، ماشي، هيبقى 2.575. ماشي، لانك انت من خلال المعادلة لو حسبتها هتلاقيها بتساوي 2.575، لان الفرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية 10.6 أيام. ماشي، او ممكن حضرات تحسب الزكاة بالهجري وتضربها في 1.3%. يعني ممكن تحسب الزكاة وفقا لاتنين ونص والناتج تضربه في 1.3% تديك الزكاة بالنظام الميلادي. ايضا بالنسبة لحولان الحول حضرات، حولان الحول على المال طبعا معروفة انه لابد ان يحول الحول على المال ما عدا اللي هي الخاصة بعملية الزروع. لكن هنا حضرات لما نيجي في عروض التجارة ونتكلم عن رأس المال والارباح رأس المال لابد ان يحول عليه الحول، هو المال المستثمر. لكن الربح لا يحتاج حولان الحول، لأن الربح يتبع الأصل وهو رأس المال. لابد أن يكون المال فائضا عن الحوائج الأصلية. ماشي، المال فائضا عن الحوائج الأصلية اللي تدفع. طبعا يا شباب هذه كانت مقدمة عن الزكاة، عن تعريف الزكاة، عن المنهج كله. تعرفنا على المنهج كله ان شاء الله واجزائه وفصوله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المحاضرة، وان شاء الله بإذن الله المحاضرة القادمة ان شاء الله غدا تقريبا 9 ايضا، غدا 2 التاسع. المنهج طويل جدا. هذا استفسار، هذا استفسار صح اخ محمد بتقول المنهج والصيف في فتره قصيره. ان شاء الله باذن الله نحاول نكيف الفتره الصيفيه على المنهج، ولا تقلق ان شاء الله باذن الله.
من يلتزم من يحضر المحاضرات معنا ان شاء الله فما فيش اي مشكلة معاه باذن الرحمن. احنا هنغطي المنهج في خلال هذا الوقت ان شاء الله. وخلي بالك احنا بناخد 3 محاضرات اسبوعيا، فان شاء الله الوقت هيكفينا وهيكون وقت طيب ان شاء الله. في اي حد له اي استفسار؟ طيب ان شاء الله حضرات نلتقي معكم غدا باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم طلاب المستوى السابع تخصص محاسبه، كنا معكم في مقرر محاسبه الزكاه والضريبه حسب 416. نشكركم ونستودعكم الله، وفي امان الله نلتقي معكم على خير غدا باذن الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.